السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الواحدة ومستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد تكريس الجزائر المنتصرة ومواصلة مسيرة البناء والإنجازات ضمن مراسم أداء اليمين الدستورية لعهدة رئاسية جديدة. تسليم أولى بطاقات الطالب بجامعة التكوين المتواصل بعد الانخراط في نظام بروغريس. تحسباً لدخول المدرسي نقف في النشرة عند الهياكل التربوية الجديدة بالمناطق النائية بالأغواط وتسمسيلت تحسيناً لظروف التمدرس. ضمن الجهد التنموي محطة ضخ جديدة تعزز الموارد المائية ببسكرة، وقرى ومشاتي باتنا تستفيد من الربط بشبكتي الكهرباء والغاز. تصنيف محطة النقوش الصخرية بتغيط ببشار ضمن سجل التراث الثقافي المادي الوطني. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، الجزائر الجديدة تواصل مسيرة البناء في كنف الأمن والاستقرار بعد تجديد الشعب بالأغلبية المطلقة الثقة في السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليؤدي اليمين الدستورية قبل إلقائه خطابا بالمناسبة. استعرض خلاله رؤيته لمشروع الجزائر المنتصرة مؤكدا رفع سقف الطموحات بكل ثقة وثبات. التقرير لسونيا غاسي. بتوقيت قصر الأمم ضبطت عقارب الزمن ليكون الجزائريون على موعد مع أداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لليمين الدستورية، حدث تصدر المشهد السياسي وكان كإذان لانطلاق العهدة الرئاسية الثانية للسيد الرئيس بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بأغلبية مطلقة. رئيس الجمهورية وبعد أدائه لليمين الدستورية أمام كبار الشخصيات والإطارات في الدولة توجه بخطاب للأمة، أكد من خلاله أنه سيعمل على إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية، وذلك تجسيدا للديمقراطية الحقة. كما ستستهل هذه العهدة باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذلك الشبابية، لتخطيط المسيرة التي ستنتهجها البلاد في إطار الديمقراطية الحقة. السيد الرئيس بأسلوب مباشر وصريح تعهد بتقديم حصيلة عهدته الأولى أمام غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالعهدة الثانية التي ينتظر منها الشعب الجزائري أن تكون استكمالا لجملة المشاريع التنموية والورشات المفتوحة في شتى القطاعات. السيد الرئيس أكد أمام كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة أن الشعب الجزائري حمى ويحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية. وبعد أدائه لليمين الدستورية سيواصل السيد عبد المجيد تبون من خلال عهدته الثانية مسار بناء الجزائر الجديدة التي لا طالما حلم بها الجزائريون رغم التحديات والتضحيات الكبيرة. وعرفانا منه بمن صنعوا أمجاد الجزائر وضحوا بأنفسهم في سبيلها، وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية، وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك مباشرة بعد أدائه لليمين الدستورية بقصر الأمم. هاته رؤيتنا لجزائر منتصرة إن شاء الله، سنكون أوفياء للشعار الذي رفعناه خلال الحملة من أجل جزائر منتصرة بكم وبشعبها العظيم وبشبابها بالأخص.
والجزائر اليوم تحرص على مواكبة التكنولوجيات في جميع القطاعات، ومنها التعليم العالي الذي يحقق نقلة نوعية ورقمية، وضمن المكاسب إدراج جامعة التكوين المتواصل ضمن أرضية بروغريس ليتم تسليم أولى بطاقات الطالب للملتحقين الجدد. التفاصيل مع أسيا غريب. نبيل ومريم من أوائل المتحصلين على بطاقة الطالب سنة أولى بجامعة التكوين المتواصل بدال إبراهيم في شعبتي إنجليزية تقنية وتسيير واقتصاد بعد توجيههما وفق نظام بروغريس. سجلنا في موقع بروغريس، كانت تسجيلة جيدة وحسنة في جميع النواحي، أيضا في تطبيق بروغريس شفنا المعلومات تاعنا وشفنا يعني المعلومات حول التطبيق. فيها التوقيت، يحطوا لنا الدروس عن بعد حيت تقريها عبر في المنصة. فيها ثاني وقتاش تقراي الجروب اللي انت تقراي فيه، فيها روزنامة. الدراسة هذه السنة ستكون باللغة الإنجليزية ومختلطة بين النظام التعليمي الحضوري وعن بعد، في حين سيعتمد الطلبة على منصة رقمية لمتابعة دروسهم ونشاطاتهم البيداغوجية عبر هواتفهم الذكية. الطالب يتلقى الدروس، جميع الدروس في جميع المقاييس على الأرضية التعليمية، يدخل للأرضية يلقى المقياس مثلا القانون الجنائي، يطلع على الدروس، وفي التجمع يعاود يطرح جميع الأسئلة، الأستاذ المحاضر يعاود يعطي ملخص لجميع الدرس بالإضافة إلى المناقشة اللي تكون ما بين الطالب والأستاذ. إجمالي الطلبة المسجلين أكثر من 85 ألف طالب السنوات الأولى والثانية والثالثة طبعا في تخصصات مختلفة في ميادين مختلفة، علوم اقتصادية، ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ميدان الحقوق، ميدان اللغات. فتحنا برنامج لتكوين الأساتذة، أساتذة بعض المؤسسات الجامعية على مستوى وهران وعلى مستوى العاصمة، في دفعة تتكون من 2500 أستاذ لتحضير شهادة ثانية في الإنجليزية. جامعة التكوين المتواصل تعمل أيضا على المساهمة في دفع دينامية التنمية الاقتصادية، حيث تم تسجيل 54 مؤسسة ناشئة، أربع منها تحصلت على وسم لابل واثنتان على براءة اختراع. بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة انطلقت اليوم فعالية الطبعة الثالثة لصالون التعليم التكوين المهني التعليم العالي والتكنولوجيات المعرفة بمشاركة قرابة 80 عارضا. الصالون الذي يحمل شعار الذكاء الجماعي في خدمة التعليم والتعلم يهدف إلى إرساء منصة أساسية للحوار للتفكير والابتكار في مجال التعليم والتقنيات التعليمية، ويعد فرصة للمؤسسات البحثية والاقتصادية لبحث إمكانيات التواصل وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والسوق الاقتصادية بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز دور الشباب في مجال ريادة الأعمال. ولمزيد من التفاصيل تلتحق بنا على المباشر الزميلة سهام موسى رزوق. سهام أهلا بك، ما أبرز ما يميز الطبعة من حيث الأفاق المتاحة أمام الشباب والمؤسسات الناشئة؟ نعم، مساء الخير. نعم، نتواجد الآن في هذا المعرض في طبعته الثالثة، ويشهد مشاركة قرابة 80 عارضا من مؤسسات ناشئة ومؤسسات تربوية خاصة، ونحن على مقربة يعني الدخول المدرسي الذي سيكون يوم الأحد المقبل إن شاء الله. يعني عرف مشاركة العديد يعني إقبال كبير للطلبة، خاصة الطلبة في يعني في كل الأطوار التعليمية. يعني الهدف من هذا الصالون هو تقريب هذه المؤسسات الناشئة وهذه المؤسسات التربوية من الطلبة، يعني يتسنى لهم التعرف على التخصصات، يتسنى لهم التعرف على المؤسسات التربوية في مجال اللغوي، في مجال اللغات. كذلك يعني هنالك بعض المؤسسات الناشئة يعني وضعت عدة يعني تطبيقات في مجال البحث، في مجال التكوين. المعرض الذي سيختتم يوم 21 سيعرف إن شاء الله يعني مشاركة وإقبال كبير للطلبة، سواء في قلنا في كل الأطوار، يعني هناك إقبال كبير يعني سنوافيكم بأخبار أخرى حول هذا المعرض في نشرتنا اللاحقة. شكرا جزيلا لك سهام على كل هذه
التفاصيل. وعشية دخول الاجتماعي تستعد مؤسسات التكوين المهني بولاية ورقلة لاستقبال المتربصين الجدد في مختلف التخصصات المهنية عن طريق المنصة الرقمية، والتي من شأنها تسهيل عملية التسجيل باختزال الوقت والجهد. تقول فاطمة الزهراء بن عرفة: هم شباب من مختلف الأعمار اختاروا التسجيل في مراكز التكوين المهني بورقلة بغية التكوين في التخصصات المتاحة والحصول على الشهادة والكفاءة المكتسبة عن طريق الخبرة. ميولي شعب التبريد والتكييف الصناعي، مرينا بمرحلة 18 شهر نجحنا فيها، وفتنا مرحلة التقني 6 شهر، وإن شاء الله مجال التياس. عندي عام وتبقى لي عام ونصف على التخرج وأخذ الشهادة إن شاء الله بامتياز. طموحي أن أخترع اختراع في هذا التخصص في إلكترونيك صناعية. 5858 منصب تكوين وفرنا لهذه الدورة هذا المجموع، يعني اللي هو في الحقيقة سيغطي طالبي التكوين لساكنة ورقلة في مختلف التخصصات ومختلف مستوى التأهيل. ولتسهيل عملية التسجيلات للراغبين في التكوين تم استحداث المنصة الرقمية مهنتية، والتي تضم كل التخصصات والمعلومات المفصلة. اليوم أتيت إلى مركز تكويني شنقة الدور واخترت تخصص أنا، وأحب أنا هذا التخصص من الصغر. الصفحة الإلكترونية الثانية يعني في دايما على مدار 24 ساعة تجيب على الأسئلة والاستفسارات لهذه الدورة. إدراج تخصصات جديدة على مستوى مؤسسات التكوين المهنية من شأنها توفير اليد العاملة المؤهلة تلبية لاحتياجات سوق الشغل. وعشية الدخول المدرسي تستعد الأسرة التربوية لدخول ناجح بعد تسلم العديد من المنشآت والمرافق التربوية الجديدة ضمن جهود تحسين التحصيل المدرسي. العينة في النشرة من ولاية الأغواط، حيث تدعم القطاع بهياكل تربوية جديدة بعدد من البلديات النائية. فؤاد أحمني: هذه الثانوية الجديدة التي كان ينتظرها سكان بلدية سبقاق منذ سنوات، هيكل تربوي بمواصفات راقية بمنطقة نائية. كانوا يقرأوا في أفلو حوالي 25 كيلو هكذا. إيه تعب كبير، إيه تعب كبير وجهد، عانوا يوميا. واليوم إن شاء الله، واليوم راهي الحمد لله أن نشكر الدولة على هذا الإنجاز الكبير. رانا كنا نعانوا معانية كبيرة، نسكن 5 كيلو نروح كيلو ميت، السبعة نتاع الصباح الخوف والحيوانات وكلش نديرو صوب بنتي باه تركب النغل ونروحو البوضية. واليوم نشكر كل اللي ساهموا بهذا المشروع، هذا إنجاز كبير لينا ولوليداتنا. هذا الهيكل التربوي يأتي ضمن 32 منشأة تربوية ومجمعات مدرسية ضمن برنامج 2024-2025 بولاية الأغواط، منها ما سيدخل حيز الاستغلال وأخرى في طور الإنجاز على غرار المجمع المدرسي بمنطقة العسافية. رانا منذ سنوات ننتظر في هذا اليوم المبارك، احنا باش نحسنوا نتائجنا في المتوسطة والثانوية لازمنا كأستاذ كمدير لازم الاكتظاظ. رامي عانوا زملائي الأساتذة من الاكتظاظ، اليوم رانا فرحنا والله العظيم فرحة كبيرة. متوسطة واحدة فيها 800 طالب في أربعة في بلاد فيها 10500 سكن، مش إلا الوحيدة غير معقولة، وما نقدرش نحصل النتائج بهذه الظروف اللي عايش فيها. عرفنا بحضور السلطات الولائية لتدشين مركز علمي أساسي وهو المتوسطة، لأن الطلبة والتلاميذ نتوعنا يعانوا معاناة كبيرة. حسب البطاقة الفنية في 10 شهور إن شاء الله نتمنى وتكون قبل 10 شهور بالطلبة نتوعنا والتلاميذ يكونوا في راحة تامة في التعليم. برمجة ولاية الأغواط استلام العديد من المرافق التربوية في كافة الأطوار. في الطور المتوسط سيتم استلام إن شاء الله 4 متوسطات، متوسطتين جاهزتين للدخول المدرسي و2 سيكونان إن شاء الله جاهزتين قبل الدخول قبل نهاية السنة. بالنسبة للطور الثانوي برمجنا استلام ثانوية من صنف 800 على 200 وجبة ببلدية سبقاب، وهي جاهزة ومربوطة بكافة الشبكات. بالنسبة للطور الابتدائي برمجنا استلام 3 مجمعات مدرسية من
منهم واحدة بلدية الأغواط هي جاهزة، وابتدائيتين سيكونان إن شاء الله جاهزتين قبل نهاية السنة سنة 2024. اليوم رانا لاحظنا إتمام أشغال إنجاز هذه الثانوية بالمواصفات يعني المعمول بها، واللي تكون من أحسن الثانويات على المستوى الوطني من خلال جودة الإنجاز وكذلك مدة الإنجاز، وبالتالي راح تكون مكسب آخر لقطاع التربية للتلاميذ بالنسبة لبلدية سبقاك. آمال كبيرة معلقة على هذا البرنامج الواعد لتحسين التحصيل التربوي والبيداغوجي بولاية الأغواط وفي أفضل الظروف. وساكنة المناطق النائية بولاية سمسيل استحسنت المنشآت التربوية الجديدة التي تدعم بها القطاع تحسينا لظروف التمدرس. ملكة بن عويشة. ثانوية جديدة بتصميم عصري ومجهزة بوسائل تضمن بيئة تعليمية مثالية، كما تشمل مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية ضمن مقاربة تعليمية تكاملية. هي ثانوية ذات نمط خارجي، طاقة استيعابها 1000 تلميذ، تشمل على جميع المرفقات التي تسمح بتمدرس جيد لأبنائنا التلاميذ. هذا ده حل لمشكلة الاكتظاظ في الثانويات المحيطة بهذا الحي، وبالتالي بعد عملية الترحيل التي قامت بها الدولة مؤخرا، إذا جاء هذا ردا لمطالب الساكنة. تحسين البيئة التعليمية شمل أيضا المناطق الجبلية والنائية، عدة منشآت تعليمية استفادت من عمليات توسعة وتهيئة. نسبة كبيرة من المؤسسة هي جاهزة بالنسبة لدخول المدرسة القادم إن شاء الله، من كل المجهودات راهي مبذولة باش الظروف تحسين التلاميذ من ناحية التدفئة من ناحية تهيئة، مرفوقة بملاعب رياضية الجوارية والطلاء وتهيئة الساحات، إضافة إلى تجهيز المطاعم المدرسية بالنسبة للمرافق اللي راهي مسجلة. جهود تأتي ضمن خطة شاملة تسعى إلى تطوير التعليم في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وتحقيق توزيع متوازن للمؤسسات التعليمية عبر مختلف مناطق البلاد. وعلى ضوء مقاربة التنمية الشاملة، تتواصل جهود ربط السكنات بشبكات الماء الصالح للشرب وكذا الكهرباء والغاز. ولاية باتنا عرفت ارتفاع نسبة التزود إلى 99% بعد ربط المناطق الجبلية بالخدمات الطاقوية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. يونس لك حلدي. تتباين المسافات بين القرى والمشات بولاية باتنا، لكن نصيبهم في التنمية متساوي على غرار توزيع الكهرباء، حيث وصلت نسبة الربط إلى 99%. عدنا عام احنا ساكنين بلا غاز ولا تريسيتي، الحمد لله اليوم مفرج ربي، الحمد لله تريسيتي والغاز، والحمد لله ولاتنا اليوم السنة ربي شاء الله يدفعوا. رانا في 10 سنين وحنا نعاني من الكهرباء ومن الطريق من الماء، وإنما الكهرباء أولوية من الأولويات. تمت الاستفادة اليوم فضل رب العالمين، فضل الدولة، فضل شو يقولوا له، جا عطاونا تريستي الحمد لله. بالنسبة للوقت فات المعاناة اللي كنا نعانيو فيها بوقت فات، يعني شوية معاناة هكا، واليوم الحمد لله كي جابونا تريستي. وتزامنا وفصل الشتاء البارد هنا بباتنا، تتسارع وتيرة الربط بالغاز الطبيعي، حيث سجل بآخر عملية ربط ما يزيد عن 100 مسكن بالغاز الطبيعي. إذا ارتفعت مؤشرات التنموية من 90% من 89% بالنسبة للكهرباء على مستوى دائرة باتنا اللي هي يعني مقر الولاية إلى 99%، ومن أيضا 87% بالنسبة للغاز إلى 97%، يعني ارتفاع كبير ومحسوس وملحوظ، وهذا يبين ويبرهن على أن هناك برنامج قوي خاص بالمناطق الريفية والمناطق الجبلية فيما يخص مختلف شبكات من أجل تحسين الإطالة المعيشية للمواطنين. مشاريع تنموية تعكس مدى حرص السلطات المحلية للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. وفي إطار تعزيز قدرات الموارد المائية وقصد تدعيم ساكنة ولاية بسكرة بالمياه الصالحة للشرب، تم وضع محطة ضخ جديدة حيز الخدمة إلى جانب تدشين خزان مائي بسعة 2000 متر مكعب. أحمد أبي إسماعيل.
مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد الطلب على المياه الصالحة للشرب، مما يسبب مشاكل في التموين بهذه المادة الحيوية. المصالح الولائية سهرت على إنجاز محطة ضخ بسعة 24,864 متر مكعب، ستحسن من المردودية وتزيد الحجم السعي في استفادة السكان بالمياه الشرب. الحمد لله راهو مع تفتح المضخة هذه يكون الماء بإذن الله متوفر، خلاف قبل اللي كان ناقص الماء قليل، وكان ساعة يجي ساعة ما يجي ساعة هكذا، والحمد لله الوقت الحالي هذا توفرت المضخة هذه على مستوى الولاية. ربي إن شاء الله الماء راهو في تحسن بفضل المنشآت الجديدة كما هذه، كما محطة الضخ الجديدة هذه، وفضل الابار الجديده ثاني دعمت بهم الولايه. بربي ان شاء الله هذو راح ينقصوا ياسر على الضغط على ولايه بسكره. انجاز 4 مضخات غاطسه مجهزه باحدث التقنيات ستسهم في تطوير قدرات الانتاج اليومي من المياه، وتحسن الخدمه العموميه بتزويد الساكنة بالمياه وبصفة منتظمة. المحطة هذه برك راهو عندنا حوالي 20,000 متر مكعب اللي راهي تروح لمدينة بسكرة، وفيها قطب حضري جديد اللي يتزود من المضخة هذه، وكذا وسط مدينة بسكرة، يعني هذا كامل يتزودوا من هذا الحقل، هذا حقل الحزيمة اللي يمد لنا حوالي 200 لتر في الثانية. يعني احنا في السابق كانوا المناقب يضخوا بدون محطة، يعني هناك أعطاب وهناك يعني بطء في التزويد، لكن حاليا عن طريق المضخات وعن طريق الخزان، يعني عن طريق هذه المحطة يكون التدفق يعني قوي وسريع. مثل هذه المشاريع الحيوية سترفع الغبن عن مواطني بسكرة وتسهم في أمن مائي دائم. ولأن المياه أساس بعث الإنتاج الفلاحي، فإن توفيرها رفع المردودية في عديد المستثمرات. والعينة من مستثمرة فلاحية ناجحة بأعلي سيد عبد الله بالعاصمة مع وهبة مزوج. 65 هكتارا تتربع عليها هذه المستثمرة الفلاحية بأعلي سيد عبد الله بالعاصمة. المستثمرة هذه نموذج رائد في إنتاج الفواكه. النوع هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا ميشيل باريري، عندنا فيكتوريا، عندنا بلاك ماجيك، هذه في الكروم العاليه البيرغولا، في الكروم الارضيه عندنا الجرينوار، عندنا الداتي، عندنا الكاردينال. تروح بوفيريك تروح طاطبة تروح كاليتوس سوق الجمله 15,000 16,000. هذا النوعيه الشابه، النوعيه احسن نوعيه يدير السومه، يعني النوعيه الاخرى دارت 9,000 8,000. بفضل سواعد اصحابها تنتج هذه المستثمره اكثر من 120 قنطارا في الهكتار من منتوج العنب، وما ميزها ايضا انتاج شتائل الزيتون الكروم والحمضيات. هنا عندنا 3 هكتار، 2 انواع تاع الخوخ، كاين نوع تاع البوريال ونوع تاع المايا، اصناف مبكره. كليمونتين عندنا 6 قطارات، نوعية مبكرة بالعظم، نوعية أورو غروندي، سقي بالتقطير. السنة راهي تبان مليحة، إن شاء الله يكمل. لو كان يكون الماء بالك تكون أكثر، فهمتي، خاطرش يكون الماء ناقص، ما من النوعية ما تكونش الكاليبر ما يكونش. عندنا اليد العاملة تاعنا، وكي نحتاجو نزيدو في موسم الجني نزيدوا خدامين. ننتجوا حوالي 200,000 شتله، وحنا حابين نوسعوا، حابين نديروا التوسعه في المشروع، ولكن العائق الكبير اللي هو الماء. كون يكون الماء احنا عندنا نظره بعد بعيده حتى لانتاج الشتلات للسوق الوطنيه والسوق الخارجيه. قطاع الفلاحة في بلادنا يعول على مثل هذه المستثمرات الناجحة التي تعتمد على التقنيات والأساليب الحديثة لرفع حجم الإنتاج مع ضمان النوعية، والهدف التوجه نحو التصدير. أشرف اليوم مستشار رئيس
الجمعيه العامه للاتصال كمال سيدي سعيد على تنصيب عادل سلاقجي مديرا عاما للاذاعه الوطنيه خلفا لمحمد بغالي. وجرت مراسم التنصيب بمقر الاذاعه الوطنيه بحضور اطارات المؤسسه. هذا وتم تنصيب محمد بغالي مديرا عاما للتلفزيون الجزائري، واشرف على تنصيبه مستشار رئيس الجمهوريه المكلف بالمديريه العامه للاتصال كمال سيدي سعيد بحضور اطارات المؤسسه. في إطار منتدى الذاكرة أحيت اليوم جمعية مشعل الشهيد الذكرى 66 لتأسيس الحكومة المؤقتة، وذلك بحضور أساتذة جامعيين وباحثين في محطة عرفان وتكريم لإسهامات المناضل الراحل محمد يزيد وزير الإعلام في الحكومة الجزائرية المؤقتة ودوره البارز في الإعلام الحربي آنذاك في مواجهة الدعاية الفرنسية. ينتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجودها غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياساته وممارساته في فلسطين. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة استأنفت مساء أمس الثلاثاء الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت عنوان فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية استمرار الوجود الصهيوني على الأرض أو في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى أرض فلسطين المحتلة مجزرة جديدة بمخيم البريج وسط قطاع غزة خلفت أزيد من 20 شهيدا ومئات الجرحى، فيما لا يزال عشرة المفقودين عالقين تحت الردوم. الحرب المسعورة للمحتل الصهيوني ضد الفلسطينيين تمتد في مخطط مفضوح إلى محاولة طمس هوية شعب يمتد تاريخه إلى عصور خلت. مراسلة تلفزيون من غزة وسام أبو زايد. بين أكوام الركام والخراب والدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا زال هذا المواطن الفلسطيني ينفض غبار الحرب من متحفه الذي يضم مئات القطع الأثرية التاريخية، وحاول أن ينتشلها من بين الأنقاض ليحافظ على تاريخ شعب تمتد جذوره في الأرض منذ عصور خلت. تم استهداف المتاحف ومتحفي كما باقي المتاحف 17 متحف في قطاع غزة، كان الهدف عملية طمس آثار وتراث وحقائق ومثبت ودلائل ووقائع في غزة ليتم إزالة ذلك. وبالفعل تم حرق وإزالة المتاحف وما يوثق ذلك. فهو واحد من بين عشرات المتاحف التاريخية التي قصفها الاحتلال وجعلها أثرا بعد عين، لكن الفنان أبى إلا أن ينخر في الصخر ليرسم المواقع الأثرية في غزة التي دمرها المحتل منذ أن بدأ العدوان، لتبقى راسخة في أذهان الأجيال المقبلة ولا يمحوها الزمن ويحافظ على إرثهم التاريخي. ومن الحفاظ على الماضي إلى الحاضر، حاول الفنان بأنامله أن يجسد عبر لوحة صخرية كل ما يجري مع الشعب الفلسطيني من مجازر بحق الأبرياء بالنحت على الصخر، بدءا من القصف بالدبابات والطائرات وصولا إلى نزوح آلاف الفلسطينيين ومعاناتهم في الخيام. خطر ببالي أن أقوم بعملية نحت على الصخر لما يحدث في غزة أثناء الحرب لإثبات ما كان يحصل لنا من إبادة وقتل وتهجير، وكيف ذلك ليكون طبعا هو في المستقبل شيء عينا ومجسم يراه أولادنا وأحفادنا والعالم أجمع ما الذي يحدث كان يحدث لنا في غزة. فقصف الأماكن الأثرية هي من خبايا حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني لطمس هويته الوطنية، وهو ما رفضه الفلسطينيون على مدار أكثر من 75 عاما من الاحتلال. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي الختام مشاهدينا نرحل بكم في جولة استطلاعية بمحطة النقوش الصخرية بتغيط جنوب ولاية بشار، آثار صنفت ضمن سجل التراث الثقافي المادي الوطني. إكرام صوفيا بسادات.
الموقع المعروف باسم الحجرة بتاغيت هو متحف طبيعي على الهواء الطلق يؤرخ لحقب وحيوانات عاشت بالمنطقة قبل آلاف السنين. نقوش صخرية يعود تاريخها للعصر النيوليتي. أخيراً وبعد طول انتظار تستفيد من عملية التصنيف ضمن التراث الثقافي المادي الوطني. إن تصنيف الموقع الأثري ما قبل التاريخ بتاغيت أو ما يعرف محلياً بموقع الحجرة بتاغيت يعد أهم مرحلة قصد الحماية الفعلية لهذا الموقع الأثري، بحكم أن مصالح قطاع الثقافة والفنون لولاية بشار قد أعدت مسبقاً دراسة خاصة بتسييج هذا الموقع وحمايته وتثمين لجهود ومبادرات وكذلك طلبات المجتمع المدني والجمعية الفاعلة على مستوى بلدية تاغيت. المرشدون السياحيون والناشطون الجمعويون وكل المهتمين بميدان السياحة استحسنوا وثمنوا المبادرة نظرا لمشاهده الموقع من تخريبات طوال سنوات مضت من قبل بعض الزوار. سجلنا عدة خروقات وتعدي على اللوحات الفنية المتمثلة في هذا المعرض المفتوح على الطبيعة والزمان، ونسجل بإيجاب القرار الأخير اللي أخذته وزيرة الثقافة في تصنيف المحطة وإعادة الاعتبار لها وإنشاء سياج يحيط بهذه المحطة. أنا نتمنى هذه المحطة مادام صنفتها وزارة الثقافة كمعلم وطني، إن شاء الله نطلبوا الحماية في أقرب وقت، في أقرب وقت، خاطر الموسم السياحي راه قريب. ماذا بينا في هذا الشهر إن شاء الله السياج مع أن نسيجوها ما عنده ما يقبض، نديروا فولونتاريا كاع يجيبوا لنا غير السياج ونديروها ونديروا الحراس وننظموها إن شاء الله، وتكون الرحلات منظمة إلى هذا الآثار باش نحافظوا عليه إن شاء الله ويبقى لنا كإرث الأجيال الأخرى. عملية التصنيف هذه ستضمن حماية المعلم الأثري من الضياع، والذي يمتد على مساحة أكثر من 181 ألف متر مربع، ويعد مقصدا سنويا لآلاف السياح. ختم النشرة مشاهدين للتذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد تكريس الجزائر المنتصرة ومواصلة مسيرة البناء والإنجازات ضمن مراسم أداء اليمين الدستورية لعهدة رئاسية جديدة. تسليم أولى بطاقات الطالب بجامعة التكوين المتواصل بعد الانخراط في نظام بروغريس. كما تابعنا وتحسباً لدخول المدرسي وقفنا في النشرة عند الهياكل التربوية الجديدة بالمناطق النائية بالأغواط والتسمسيلت تحسيناً لظروف التمدرس. وضمن الجهد التنموي محطة ضخ جديدة تعزز الموارد المائية ببسكرة. وقرى ومشاتي باتنا تستفيد من الربط بشبكتي الكهرباء والغاز. تصنيف محطة النقوش الصخرية بتغيت ببشار ضمن سجل التراث الثقافي المادي الوطني. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.